نمضي مشاهدينا الكرام معكم ونتواصل عبر الصباح الشرق ودائما برداء الوقار وتلاوة القرآن وإقامة موكبي العلوم الدينية والتثقيفية وضح المصطفى المعظم. يحتفل المسلمون في كل عام بميلاد الحبيب عليه أفضل الصلوات والتسليم. نعم، تحديدا الطريقة السمانية الطيبية القريبية احتفت بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقامت عدد من الفعاليات مصاحبة لهذا الاحتفال، خيمة علاجية مجانية وأيضا معرض وجناح للأطفال وغيرها من الفعاليات الكثيرة التي تقدمها هذه الطريقة. نتابع في التقرير القادم ونعود. في مشهد محفوف بذكر الله ومعطر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أحيت الطريقة السمانية الطيبية القريبية ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، والذي بمولده أنار الدنيا وشق الدجى وتفتحت الأنوار مولدا عظيما وفتحا مبينا، سارت الأمة على نهجه واقتدت بقدوته. فإن الطريقة السمانية الطيبية القريبية أرادت في هذه الذكرى أن تبعث برسائل للأمة الإسلامية. نحن نحتفل، نريد أن نشير ونوجه الناس للاهتمام بهذا المنهج، أن نعود إلى تعاليم ديننا، أن نحيا حياة طيبة كما أمر الله كما قال الله سبحانه وتعالى: من عمل منكم من صالح من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. هذه المناسبة تجمع في محبة ووئام، وكل ائتلاف كل أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، ولها الأثر الواضح في نفوس الناس. نحن هنا في أم درمان بدت مظاهر الفرحة واضحة جدا في شوارع أم درمان، في ساحاتها بهذه الذكرى العطرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا والبلاد ترفل في سلام ووئام وأمن وأمان. ذكر وتبتل، دعاء ورجاء، محبة تنمو وتخضر، يروون عودها بطريقتهم الخاصة. وفي كل عام تتجدد المناسبة وتجدد الطريقة حبها وسرورها. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتفى بموسى، فكيف لا نحتفي به؟ والخطاب الإلهي الظاهر لأهل المحبة يتوجه لقلوب المحبين، في خصوص الناس، في خصوص المؤمنين، قائلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ومعروف أن الفرح شيء معنوي، شيء قلبي، ليس يدرك بالمحسوسات، وعليه لا يمكن أن يؤمر به شخص. فإذا قلت لشخص، لفرد من الأفراد، افرح بهذا، لا يمكن أن تملك قلبه. ولكن الخطاب الإلهي هنا لأصحاب المحبة، فإن من يستجيب يكون من أصحاب القلوب المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي بادرة مختلفة أقامت الطريقة في سوح المولد مركزا علاجيا مجانيا للمواطنين، تماشيا مع رسالتها الخالدة في خدمة المجتمع. الحملة لا تتوقف فقط على أيام المولد النبوي الشريف، تتواصل الحملات الصحية خلال العام في عدد من الولايات ومحليات السودان. هناك أيضا مولد فارس ومناطق الكدرو ومناطق أخرى، تستهدف الحملة صحيا وعلاجيا بنفس الخدمات المقدمة في المولد النبوي الشريف. نحن في الطريقة السمانية الطيبية الغريبية نمد يد العون مرة أخرى لكل من يريد أن يساهم معنا في هذه البلاد بتحمل المسؤولية في الوضع العلاجي في هذا البلد الحبيب. حتى الأطفال خصص لهم جناح خاص بفقرات تلبي حاجياتهم، ولربط جيلهم بالأجيال المختلفة خصص جناح للمعرض حفي بتاريخ الطريقة ومشايخها. والهدف من هذا المعرض هو إيضاح فكرة بشكل مستمر للأجيال القادمة، وتوضيح للقادمين والمحبين لسيدنا النبي المعرفة عن ما هو يدور أو الأشياء المصاحبة لهذا المعرض والصور والتواريخ. المولد
مناهج ومباهج، شعار جسد في هذه الاحتفائية النبيلة، ومن خلال تنوع المحتوى شكلا ومضمونا. وعليك الله صلى دائما ما شدا شان لك وقت السحر. ما زادني شرفا وتيها وكدت بأخبصي أطع الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. هذه هي الاحتفائية بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة السمانية، وهي تقيم هذه المناسبة السنوية حفية بهذه المناسبة. هاجي فاروق الشرق من درمان من داخل سوق الخليفة.